أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة أن التحديات العالمية تخلق فرصا ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الإفريقية. جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة لمنتدى الاستثمار الإفريقي صناعات مصرية على أراض تنزانية، والذي شهد الإعلان عن مخطط جديد لإنشاء مدينة صناعية بسواعد مصرية في تنزانيا. هذا ومن المقرر أن تستوعب أو يستوعب 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا، بداية من الأدوية مرورا بمواد البناء إلى الصناعات الغذائية والمشروبات والصناعات الهندسية.